زي ما شفنا في كلمه السيد الرئيس، السيد الرئيس في ختام او الجزء اللي احنا عرضناه بيتكلم ان احنا هنعرض رؤيه مصر في ثلاث مبادئ. طبعا كلمه السيد الرئيس كانت طويله جدا. المبادئ دي اللي احنا اتكلمنا عنها او هو اشار لها السيد الرئيس في بدايه كلمته بشكل مقتضب، ثم بعد كده هيتكلم فيها بشكل تفصيلي. لكن هنا دايما الملفت للنظر ان السيد رئيس الجمهوريه عندما يخرج يعني الى زياره اي دوله بالعالم، في الولايات المتحده الامريكيه او الاتحاد الاوروبي او اي دوله عضوه في الاتحاد الاوروبي، دايما تلاقيه بيصطحب معاه رجال الاعمال والمستثمرين والمسؤولين عن الاستثمار في مصر من وزراء في الحكومه وغيرهم من رؤساء الهيئات. هؤلاء مش رايحين يفسحوا، الناس دي راحت تشتغل. الرئيس ما بيروحش يعمل يقول كلمه ويروح، لا، ده الرئيس بيروح يقابل رؤساء الشركات العالميه زي سامسونج وغيرها وغيرها ومن وجنرال الكتريك وغيرها وغيرها من الشركات العالميه وشركه بوينج وغيره. الرئيس اتقابل في هذه الزياره مع عدد لقاءات تجاوز ال 60 لقاء ما بين رؤساء دول قابلهم، ما بين رؤساء حكومات، ما بين رؤساء شركات عالميه، ما بين كمان مدير صندوق النقد الدولي. اعرضوا لي كده صوره الرئيس في لقائه مع صندوق النقد الدولي، وانا بتكلم اعرضوا الصور لقاءات الرئيس اعرضوها كلها ورا بعض. هذه اللقاءات قطعا بتعود على مصر بالنفع. اولا بنعرض دي لقاء السيد الرئيس ب يعني مسؤولي البنك الدولي اللي اشادوا جدا جدا بالتجربه المصريه في الاصلاح الاقتصادي، صح، الاقتصادي اللي احنا بنقل دلوقتي شويه من ارتفاع الاسعار، ودي كل شيء يا جماعه ليه ضريبه. كل شيء ليه ضريبه، وكلنا متاثرين. واللي قاعد قدامكم ده متاثر زي اي واحد، انا ما بقعدش بالملايين. مواطن عادي جدا. بمعنى عندي ولادي في مدارس والمصاريف عليت. باكل واشرب من السوق زي حضراتكم وبرضه الاسعار عالية. لكن انا مقدر ان انا عندي ضريبه لازم ادفعها كمواطن كجيل، احنا الجيل الحالي هو اللي بيدفع الضريبه، ضريبه الاصلاح. الاصلاح اللي هيعيش عليه اجيال عديده وعديده وعديده قادمه. الاصلاح اللي هيخلي مصر نمر افريقي كبير، نمر عربي اقتصادي كبير. النهارده الرئيس بيلتقي بالجميع، الجميع يتحدث عن نجاح تجربه الاصلاح الاقتصادي المصريه. رئيس الوزراء الايطالي اي كلام يفرح عن مصر. ترامب قال نفس الكلام. ترامب اللي هو دايما رئيس معروف ان عنجاء، ده رئيس وزراء ايطاليا، واثناء التقاء الرئيس السيسي به واستقباله على هامش اعمال الجمعيه، وكان في صوره ثانيه هو قاعد رئيس الوزراء هو الرئيس اهي، ايوه، ومعاه الوفد بتاعه والوفد بتاعنا المصري، وكان في محادثات جرت بين مصر وايطاليا، هناك تقارب كبير لازم كلنا نبقى فاهمينه ومستوعبينه ما بين الاستثمارات في مصر او الاستثمارات المصريه الايطاليه. ما شركه اني للبترول اللي هي بتشتغل دلوقتي في البحر الابيض المتوسط في حقول الغاز بتاعتنا ظهر وغيره وغيره، شركه ايطاليه. اذا مصر تتباحث مع الشركاء من اجل زياده الشراكه، مصر تطرح اوراق الاستثمار من اجل الخروج بمصر الى الحقيقه رب النمور، وان شاء الله نروح لها. والناس اللي بتقعد عندها احباط ارجوكم ما تصدروش الياس والاحباط لينا، ما تصدروش لاولادنا والاجيال اللي جايه الاحباط. مصر ماشيه بخطى الحقيقه هايله جدا. عندنا شويه ظروف شويه تعبانين ماديا، تعبانين ماديا. هتروق الظروف دي والدنيا هتمشي، هتمشي. مش بقول كلام عشان قاعد بطبل، ماليش في الطبل ولا في الظن، وانتوا عارفيني. لكن انا بقول الكلام المهني، الكلام الاقتصادي، الكلام ما احنا بنصلح منظومه 40 50 سنه فاتوا. مش هتتصلح في يوم وليله. ومفيش حاجه ابنك لو سقط في ثانويه عامه عشان تنجحه السنه اللي بعدها ما بتنزلوش طول الاجازه اللي ما بين السنتين. عشان تقعد تصلح له ما افسده السنه اللي قبلها. فتخيل انت بتصلح اقتصاد بلد. بتطلع بيها من تحت لفوق. يلا.